مساء الخير. لأول مرة يتظاهر آلاف السوريون أمام المعابر الحدودية التركية ويحاولون اقتحام المعابر ويطالبون تركيا بفتح ممر آمن للعبور إلى أوروبا، وذلك بسبب المجازر التي ترتكبها ميليشيا أسد مدعومة بالاحتلال الروسي. وعلى إثرها أغلقت السلطات التركية في ولاية هاتاي معبر جيل وغوزو المقابل لمعبر باب الهوى الحدودي مع سوريا حتى إشعار آخر على خلفية المظاهرات ومحاولات الاقتحام من قبل المتظاهرين. فهل يعتبر التظاهر أمام المعابر الحدودية من الوسائل الناجعة في وقف الهجمة التي تشنها ميليشيات أسد وروسيا على إدلب؟ وهل يؤدي إلى ضغط أكبر على تركيا ومن خلفها أوروبا في حال تواصل هذه المظاهرات وتوسعها أكثر من ذلك وخلق موجات هجرة جديدة إلى الغرب؟ هذا ما سنتحدث عنه في محورنا الأول. في محورنا الثاني سنتحدث عن الوصول الأكبر للاجئين من تركيا إلى اليونان منذ 3 أعوام، إذ وبحسب تقارير إعلامية فقد وصل مئات اللاجئين لجزيرة لسبوس اليونانية، بينهم 240 طفلاً. وقد وقعت تركيا اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي في آذار عام 2016 للحد من التدفق غير المنتظم للاجئين باتجاه أوروبا، وقد اعترف الاتحاد بضبط أنقرة لهذا التدفق بنسبة 97%. الوصول لمئات اللاجئين دفع الخارجية اليونانية لاستدعاء السفير التركي وتقديم احتجاج للالتزام بالاتفاقية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي. فما الذي دفع أنقرة للسماح بعبور هذا العدد من اللاجئين إلى اليونان بعد سنوات من المنع؟ وهل تسعى تركيا لتحصيل مكاسب جديدة من الاتحاد الأوروبي أم أن التهريب حصل بطريقة جديدة حالت دون ضبطه من قبل خفر السواحل التركي؟ حلقة جديدة من هنا سوريا، أهلا بكم. أهلا بكم مجددا. أطلق ناشطون في الشمال دعوات للتظاهر في عموم المناطق المحررة في الشمال السوري وخاصة في محيط معبر باب الهوى مجددا للضغط على المجتمع الدولي عامة والجانب التركي خاصة لإيقاف المجازر التي ترتكب بحق المدنيين في مناطق هي في الأساس خاضعة لاتفاق خفض التصعيد. التقرير التالي ونعود للنقاش. إلى معبر باب الهوى يعتزم المدنيون التوجه للتظاهر مرة ثانية، آملين بلفت أنظار الأطراف الفاعلة في الملف السوري لما يقترفه نظام أسد من مجازر بحق المدنيين في منطقة يفترض أنها خاضعة لاتفاق خفض تصعيد كانت تركيا أحد ضامنيه. مراسل أورينت نيوز قال أن المظاهرات التي يتم التحضير لها لن تقتصر على معبر باب الهوى، على أن تكون أكبرها في محيط المعبر. سيحاول المتظاهرون خلالها تذكير المجتمع الدولي بضرورة إيقاف المجازر التي ترتكب بحقهم من قبل نظام أسد والتي أدت لنزوح نحو 1 مليون مدني. التحضير للتظاهر يأتي استمرارا لتحرك بدأ يوم الجمعة الماضية حين تظاهر آلاف السوريين أمام معبر باب الهوى لمطالبة تركيا بممارسة دورها كضامن لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تنتهكه ميليشيا أسد الطائفية بدعم روسي في إدلب وحما. وتمكن المتظاهرون من اقتحام بوابات المعبر من الجانب السوري ودخلوا إلى ساحة المعبر حيث قامت الشرطة التركية بإطلاق النار في الهواء والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين. ناشطون دعوا لاستمرار الاستعانة بسلاح التظاهر وفق تعبيرهم، ذلك السلاح الذي أوقف قبل عام الحملة العسكرية على إدلب وأفرز اتفاق سوتشي بين تركيا وروسيا. فهل تتمكن المظاهرات والتحركات السلمية من الضغط على الأطراف الفاعلة وخاصة تركيا لإيقاف المجازر التي ترتكبها ميليشيا أسد والاحتلال الروسي بحق المدنيين في إدلب منذ شباط الماضي والتي أدت لمقتل أكثر من 1000 مدني وتهجير نحو 1 مليون آخرين؟ أم أن مصالح الأطراف الفاعلة ستقف حائلا بين السوريين وتحقيق أبسط حقوقهم في الأمان بأرضهم، خاصة بعد أن خرقت روسيا هدنة أعلنتها لتحقيق بعض المكاسب على الأرض؟
وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا مراسل أورينت نيوز جميل الحسن من معرة مصرين في إدلب، كما ينضم إلينا أيضا الكاتب الصحفي علي رجب من اسطنبول، وينضم إلينا أيضا من اسطنبول الدكتور سعيد الحاج الباحث المختص في الشأن التركي. مساء الخير وأهلا بكم جميعا. دعوني أبدأ مع الزميل جميل الحسن والذي كان قد غطى هذه التظاهرات قرب معبر باب الهوى. جميل، يعني هل كانت هذه المظاهرات عفوية؟ ما هي أبرز مطالب المتظاهرين في تلك التظاهرات؟ نعم أحلام، بالفعل قبل يوم الجمعة بيومين بدأ الناشطون أعلاميون وأيضا من فعاليات ثورية ومجالس محلية وحتى أيضا من أبناء القرى المهجرة والتي احتلتها قوات الاحتلال الروسي والتي سيطرت عليها أيضا ميليشيا أسد الطائفية بعد أن اتبعت سياسة الأرض المحروقة فيها، قاموا بدعوات من أجل القيام بمظاهرات سلمية في عدة مدن وبلدات في الشمال السوري وخاصة على الحدود السورية التركية على معبر باب الهوى وأيضا على معبر أطمة. فبالفعل يوم الجمعة يعني شاهدنا تحركات فعلا هي مظاهرات عفوية، لأنه لا يستطيع أحد أن يخرج هذه الأعداد بالآلاف مهما كان هناك دعوات، فكانت هذه الدعوات ومقنعة لهؤلاء المدنيين، وخاصة أن هناك أكثر من 1,100,000 نازح هجروا من ريف إدلب الجنوبي وريف حما الشمالي والغربي توجهوا باتجاه الحدود السورية التركية. لا توجد شجرة واحدة إلا يوجد يعني تحت ظلها عائلة مهجرة. لذلك مع بداية يوم الجمعة وحتى قبل صلاة الجمعة منذ الساعة 9 صباحا بدأ التحضير وبدأت الطرقات تغص بالمدنيين، حتى من المدنيين الذين ما زالوا متواجدون في المناطق التي تتعرض للقصف والاستهداف خرجوا من تلك المناطق وتوجهوا باتجاه الحدود السورية التركية، على الرغم من استهداف الاوتوستراد الرئيسي وعلم ميليشيا أسد الطائفية بخروج هؤلاء المدنيين من أجل التظاهر على الحدود السورية التركية. بدأ استهدافهم في خان السبل وفي سراقب واستهداف سياراتهم المدنية، بعض السيارات تسببت بحوادث وتفرقة المدنيين عن بعد عن هذه السيارات باتجاه الأراضي الزراعية نظرا لاستهدافها من قبل الطيران LM-39 الذي يستهدف الطرقات بشكل مباشر. على الرغم من ذلك لم يمنعهم من إكمال طريقهم. وصل آلاف المدنيين، عندما كنت متواجد معهم منذ الأوتوستراد الدولي رفقتهم إلى مدينة سرمدة ووصولا إلى باب الهوى. هنا الأعداد بدأت تتزايد أكثر بكثير. عند باب الهوى الرئيسي قام المتظاهرون بالدخول عن طريق معبر باب الهوى وتمكنوا من الدخول إلى منطقة الصفر ما بين الشريط الحدودي التركي وبين معبر باب الهوى من الجانب السوري، وبقيوا مواصلون هذه المظاهرات وهتافات حتى وصلوا إلى الشريط من الجانب التركي وعلى الأراضي التركية. بعض العائلات يعني تمكنت من الدخول نظرا للأعداد الكبيرة، كان هناك نساء وأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وأيضا من المدنيين الذين مصابين الذين يعني بترت أيديهم وأقدامهم، ومن المصابين يعني مكفوفين البصر، الكثير من كافة شرائح المجتمع، مهندسين، أطباء، أطفال، شبان، نساء، جميعهم رأيتهم بأم عيني ووثقتهم بالكاميرا بعدسة الكاميرا. دخلنا معهم من معبر باب الهوى حتى وصول الشريط الحدودي ووقفنا هناك وبدأنا بالتغطية وتوافد المتظاهرين. بداية يعني كانت الحشود هائلة، أنا أحدثك الآن فقط عن معبر باب الهوى، فكان هناك الحرس الحدودي التركي يعني فوجئ بهذه الاعداد، كان متخوف من عمليه تخريبيه، متخوف من هذا يعني من هذا الحشد الكبير، ولكن لم يكن يعلم بانها تظاهره سلميه. كان هناك بعض اطلاق الرصاصات في الهواء لمده دقيقه واحده، وعندما بدا المتظاهرين باعلان السلميه امام هذا الحاجز توقف اطلاق الرصاص واقتصرت الامور على بعض الغازات المسيله للدموع وعلى الرش في مدافع المياه على المتظاهرين، واستمرت تدفق المتظاهرين من جميع مدن وبلدات ريف إدلب الجنوبي وريف حما حتى ساعات المساء وهم يسيرون على الطرقات لينضموا إلى معبر باب الهوى. أهم المطالب، قبل أن أذكر هذه المطالب سأستمر معك يعني ذكر الأعداد الهائلة التي توجهت إلى معبر أطمة أيضا يعني من المخيمات من النازحين. أيضا كان هناك مظاهرات كبيرة مركزية حتى داخل مدينة سرمدة وداخل كفر تخاريم وإدلب المحافظة والمدينة. معبر مصرين تقريبا غالبية المدن خرجت في مظاهرات متناسبة مع هذه المظاهرات التي وصلت إلى معبر أطمة ومعبر باب الهوى. أهم المطالب كانت بداية إيقاف المجازر وتوقف تدخل الاحتلال الروسي وتقدم ميليشيا أسد الطائفية، وقف عمليات سياسة الأرض المحروقة على هؤلاء المدنيين ووقف عمليات التهجير. المطلب الآخر على الشريط الحدودي، طالب الجانب التركي بالوقوف أمام مسؤوليته وطالبهم بفتح الحدود من أجل الدخول باتجاه أوروبا، وتعتبر ورقة ضغط يعني أنه
دعونا ندخل بحسب الفيديوهات على لسان هؤلاء المدنيين، دعونا ندخل باتجاه أوروبا ووافية نعم. عما وصل. دعني أشكرك جزيل الشكر جميل الحسن مراسل أورينت نيوز، كنت معنا من معرض مصرين وكنت متواجد يعني في هذه التظاهرات، شكرا لك على هذه المداخلة جميل. أنتقل في الحديث للدكتور سعيد الحاج وأيضا للأستاذ علي رجب. بداية مساء الخير، ودعني أبدأ معك دكتور سعيد، يعني دعوات للتظاهر السلمي والوصول إلى الحدود التركية السورية، برأيك إلى ماذا تشير هذه التظاهرات اليوم؟ مساء الخير، تحياتي لك ولضيفك وللمشاهدين. والحقيقة أولا يجب أن نثمن هذا الدور الشعبي الذي للأسف الشديد يعني همش بشكل كبير جدا، إما عن قصد أو عن غير قصد على مدى السنوات القليلة الأخيرة مما بعد تحول الثورة السورية إلى حالة العسكر ثم لاحقا التدخلات الخارجية وما إلى ذلك. ولكن يجب دائما التذكر أن العامل الشعبي عامل حاسم جدا وعامل مهم جدا، إضافة طبعا للعامل المحلي. طبعا أنا أتفق أنه الأزمة السورية تحولت بشكل واضح جدا إلى حرب الوكالة وتدخل خارجي من عدة أطراف وحسابات دولية وما إلى ذلك، لكن في نهاية المطاف أيضا العامل المحلي ما زال فعلا وفعلا إلى حد كبير جدا، ويمكنه أحيانا أن يؤثر في المعادلة الإقليمية والدولية كان في حالة قوة أو حالة ضعف وما إلى ذلك. وبالتالي أنا أعتقد أنه هناك استياء واضح جدا من قبل هؤلاء من الصمت الدولي، وأنا ذكرت في أكثر من مكان الحقيقة أنه الصمت الدولي، الصمت الأمريكي والمجتمع الدولي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وما إلى ذلك باستثناء ربما بسيط جدا متعلق بخوفهم من موجة لجوء نحوهم، هذا يشير بشكل ضمني إلى أن هناك حالة تفويض لروسيا بأن تنهي هذا الملف يعني الملف بين مزدوجين بطريقة أو بأخرى، وهذا يؤشر الحقيقة ل بعض المآلات المتوقعة لملف إدلب بطريقة أو بأخرى. وبالتالي واضح أن حالة الاستياء الشعبية أدت إلى أن الناس رافضة لأن يترك الأمر بهذه الطريقة، أنه روسيا مفوضة النظام يعمل على الأرض ويقدم أرضا بعد أرض وما إلى ذلك، وغير مكترث أبدا بكل التفاهمات السياسية إن كان مسار أستانا أو حتى تحديدا اتفاقية سوتشي بخصوص التفاهمات التركية الروسية بما يتعلق بإدلب. واضح جدا أنه عامل أو الرؤية الروسية المتكررة، هذه النظرة بأنه الحسم الميداني والأرض المحروقة هي التي تؤدي لحلحلة الجمود في المسار السياسي التي تحكم الآن مناطق إدلب بشكل كبير جدا، وبطبيعة الحال الكلفة البشرية كبيرة وكبيرة جدا، إن كان على مستوى الضحايا، إن كان على مستوى الجرحى، وإن كان على مستوى النازحين واللاجئين. نحن نتحدث عن أنه حتى اللحظة ليس هناك إعلان رسمي عن هذه العملية العسكرية الكبيرة والتوغل البري التي يهدد بها النظام منذ أشهر، لكن بفعل الأحداث اليومية والقصف المتتالي نحن نتحدث عن حوالي 1,000,000 نزحوا من ضمن 4 ملايين كانوا يفترض أنهم يقطنون إدلب، نزحوا خارج هذه المنطقة. وبالتالي نحن نتحدث عن كارثة إنسانية بالمعنى الحقيقي. وبطبيعة الحال يعني تفاصيل هذه الكارثة الإنسانية دكتور سعيد يعني كما ترى وكما نشاهد على شاشات يعني التلفزيون وما يصل من الأرض هي أكبر بكثير مما نستطيع الحديث عنه. يعني الناس تفترش الطرقات، تفترش ظلال الأشجار، ولا يوجد إلى هذه اللحظة تحرك دولي حقيقي. أستاذ علي، هل ترى اليوم أن هذه الدعوات للتظاهر السلمي والتظاهر الذي رأيناه متواجد بشكل سلمي على المعابر الحدودية قد فعلا يستطيع أن يقلب الموازين ويدفع باتجاه حل حقيقي يأتي من الدول التي تتخوف من موجات النزوح وموجات اللجوء؟ بداية تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين ولضيفك الكريم. طبعا يعني أبدأ حديثي بأنه لا يلام الذبيح عن فعله. هؤلاء المتظاهرين هم سوريون حوصروا في منطقة إدلب بعد أن حشروا من كامل أراضي سوريا وحشروا الآن في إدلب، ومن ثم بدأت آلة الإجرام تحصدهم رويدا رويدا وتقتل أطفالهم وتقتل نساءهم في ظل تغاضي كامل من المجتمع الدولي. فما بإمكان هؤلاء إلا ما كان، ولا يمكنهم الآن إلا أن يذهبوا باتجاه الحدود التي ربما تعيد فعلا قلب الموازين كما سألتي أنت. الحالة الشعبوية كما أشار ضيفك الكريم هي أيضا حالة مؤثرة في المعادلات، لها ثقلها، وإن كان هناك تغاضي من قبل المجتمع الدولي يمكن أن يؤثر ذلك بالضغط على روسيا وأيضا بالضغط على تركيا التي تعتبر إحدى الدول الضامنة
المدينة للاتفاقات التي جرى توقيعها، وأيضا هي التي كانت ضامن تجاه أوروبا بعدم وصول اللاجئين إلى القارة العجوز من قبل سوريا. إذن يمكن هذا التصعيد من قبل المدنيين هناك، من قبل الناس في إدلب، أن يضغط على تركيا، وبالتالي تركيا تذهب محملة إلى أوروبا وإلى الأطراف الأخرى في أستانا والأطراف الأخرى في المجتمع الدولي من أجل أن تقول لهم انظروا ماذا حدث، لا يمكن ترك هؤلاء يقتلون، فحق هؤلاء في النهاية أن يفعلوا ما يريدون إذا ما قرر المجتمع الدولي كله قتلهم وتركهم هكذا في العراء دون ما إعانة، وترك طائرات الروس تحصدهم رويدا رويدا. نعم دكتور سعيد، البعض يرى أو بعض المراقبين ممن ينظر اليوم إلى الوضع الميداني في الشمال السوري يروا أن هذه التظاهرات يعني هي مؤشر بطريقة أو بأخرى على عدم الثقة الشعبية اليوم بالضامن التركي، وخصوصا أنها جزء من أستانا كضامن، وأيضا يعني المراقبين ينظروا إلى النقاط التركية، نقاط المراقبة التركية المتواجدة على الأرض. يعني هناك من قال بأن هذه النقاط اليوم في ظل هذه الهجمة العسكرية الشرسة التي لم تهدأ إلى هذه الساعة هي غير ذات قيمة. دعيني أولا فقط أضيف شيئا مهما للمعادلة، فكرة المظاهرات الشعبية إلى أين أهميتها أو أين تكمن أهميتها، أنها تعيد فعلا مرة أخرى سردية الشعب والمجتمع السوري، لأنه دائما كان هناك حالة إنكار أن هناك قصف أو استهداف للمدنيين في إدلب، وهناك حديث دائما عن المنظمات الإرهابية ومكافحة الإرهاب وما إلى ذلك، فتري قصف للمدنيين والمستشفيات والطرق والبنية تحتية تحت عنوان مكافحة الإرهاب. الآن هذه المظاهرات أنا أعتقد أنها تأكيد لسردية في مقابل سردية، ولذلك هي مهمة جدا فضلا عن عجز وتواطؤ المجتمع الدولي وما إلى ذلك. فيما يتعلق بسؤالك، بطبيعة الحال هناك عدم رضا عن الدور التركي، لأنه أعتقد أيضا أن هناك سقف توقعات كان مرتفعا أكثر من المنطقي والواقع الحقيقة من تركيا، لأنه عندما نتحدث عن نقاط المراقبة هي وفق توصيف أستانا هي نقاط مراقبة فقط وليست ربما مخولة بالتدخل، هذه واحدة. الأمر الثاني، الموقف التركي والدور التركي في إدلب خصوصا وفي القضية السورية عموما محكوم الحقيقة ب أمور كثيرة، منها الأولويات والتوازنات والإمكانات وما إلى ذلك، ولذلك أنا أعتقد أنه يعني الدور التركي في سوريا أضعف مما قد يصوره أو ينتظر منه البعض بكثير. عندما يحكم في معادلة الولايات المتحدة الأمريكية شرق الفرات نفس الشيء، وعندما يحكم بالمعادلة مع روسيا شيء آخر. يعني نعم يعني ولكن التساؤلات عند هذه النقطة دكتور سعيد، فقط عند هذه النقطة، يعني تتحدث عن الدور التركي وتقول بأنه هو أضعف، ولكن تركيا اليوم تسعى على المستوى الإقليمي وأيضا على المستوى الدولي لأن تصدر نفسها كلاعب وكورقة سياسية قوية، ألا يضعف هذا الضعف في الملف السوري موقف تركيا من كل الموازنات الأخرى التي تسعى إليها؟ هذا صحيح، لكن دعينا نتحدث أيضا بالواقع وليس فقط بالتحليل الرغبوي. في نهاية المطاف ما الذي تفعل تركيا أو نقاط المراقبة العسكرية التركية في إدلب؟ هي تراقب وقف إطلاق نار وخفض التصعيد بين النظام والمعارضة. طيب إذا حصل انتهاكات واختراقات كما يحصل منذ أشهر طويلة، ما هي الآلية؟ الآلية هي أن تعود أو يعني أن ترفع تركيا ذلك للإطار الثلاثي الضامن لوقف إطلاق النار الذي هو روسيا وإيران وتركيا، وبالتالي تركيا هي واحد من ثلاثة، واحد مقابل اثنين، والطرف الأقوى الحاضر سياسيا وعسكريا وميدانيا هو روسيا، ولذلك كانت دائما تركيا في السابق قادرة على وقف تقدم النظام بطريقة أو أخرى من خلال العلاقات التركية الروسية. لكن هناك مختلف، هناك متغير، هو أن الموقف الروسي لم يعد يكترث كثيرا بعد أستانا 13 بالموقف التركي، ورأينا كيف أنه هو تسبب بإحراج أنقرة أكثر من مرة. يعني لا يتصور أنه النظام السوري قصف الرتل العسكري التركي ونقاط المراقبة أكثر من مرة دون، لا أقول فقط ضوء أخضر الحقيقة حتى الآن، أنا أقول دون أمر مباشر من روسيا، وبالتالي واضح أنه تركيا غير قادرة على فعل الكثير في إدلب. طبعا هناك أمور يتيح لها القانون الدولي والمواقف والتفاهمات مع موسكو مثل الدفاع عن جنودها ونقاط المراقبة العسكرية، لكن على مستوى وقف تقدم النظام، على مستوى حماية المدنيين، على مستوى دعم المعارضة السورية، لا يمكن المساواة الحقيقة، لأن الكثيرين يساوون، لا يمكن المساواة بين الموقف التركي وعلاقتها مع المعارضة وبين الموقف الروسي والإيراني مثلا وعلاقته مع النظام. لا، روسيا وإيران، روسيا تحديدا تدخل بقضها وقضيدها كما يقال مع النظام، هي تشارك في العمليات العسكرية وفي القصف ولديها رؤية تحاول تنفيذها على الأرض، بينما تركيا ليست يعني لا تدعي ذلك، يعني تركيا ليست داخلة في سوريا الآن لإسقاط النظام ولا لنصرة المعارضة بهذا المعنى، وإنما
تطبيق حل لتطبيق خفض إطلاق نار ووقف إطلاق نار شامل يؤدي لحل سياسي، ولكنها محكومة بمعادلات هي فيها الطرف الأضعف. ولذلك أنا دائما الحقيقة كنت أردد وأقول رغم حتى العمليات العسكرية التركية درع الفرات وغصن الزيتون التي تظهر وكأنها مبادرات هجومية خارج الحدود وهي كذلك، لكن في جوهرها وفلسفتها هي دفاعية، دفاع عن الحماية للحدود التركية للأراضي التركية وما إلى ذلك. طيب. من خطر يتهددها من مشروع تراهم انفصاليا في سوريا، ولذلك ليست لدى تركيا الحقيقة الكثير من أوراق القوة، رغم أنه لديها، ربما نتحدث الآن وننفصل في بعض، لكن ليس لديها أوراق القوة التي يمكن بها أن تواجه موسكو مثلا في إدلب. وبالتالي أنا أعتقد أن سقف التوقعات غير مناسب. هذا لا يعني أنني أبرر للدور التركي، يمكن لتركيا أن تفعل أكثر من ذلك، ربما تحديدا ما تفضلت به وما فعلته سابقا تحصين موقفها بموقف أمريكي وأوروبي ودولي، خصوصا بربما فتح أو أحيانا تلميح بفكرة ملف اللاجئين والتوجه نحو القارة العجوز وما إلى ذلك. لكن في نهاية المطاف أنا أعتقد أنه القراءة الموضوعية تقول أنه للأسف الوضع سيء في إدلب، وقد يعني ننتظر مآلات أكثر سوءا في ظل المعطيات والتوازنات الحالية وتحديدا الموقف الدولي. هنا أعتقد أن الموقف الدولي والموقف الأوروبي وأيضا ينسحب عليه الموقف العربي، أعتقد أنها معطيات مؤثرة حتى في الدور التركي، لأنه في نهاية المطاف هذه توازنات قوة. أستاذ علي، يعني يرى الدكتور سعيد بأنه اليوم تركيا ليس لديها الكثير من أوراق القوة على الساحة السورية التي يعني روسيا تمتلك الأوراق قوة أكثر عسكرية وما إلى ذلك، ولكن البعض يرى أيضا أنه اليوم تركيا لديها أوراق قوة ولديها أيضا مصالح، وهي تفضل مصالحها على أوراق القوة التي من الممكن أن تقوم باستخدامها في الشمال السوري تحديدا إدلب. يعني الحقيقة يعني لا يمكننا أبدا أن نمنح تركيا يعني دور هامشي فيما يجري في إدلب أو فيما يجري في الشمال السوري. تركيا هي وجودها في اتفاق أستانا ووجودها أيضا في اتفاق سوتشي هو الذي أعطى لهذه الاتفاقات وهذه المسارات شرعيتها. لولا تركيا في هذين المسارين لكنا أمام مسارين يوجد بهما روسيا وإيران. إذن الذي أضفى شرعية على هذه المسارات هي تركيا حقيقة أمام الشعب السوري وأيضا أمام المجتمع الدولي، وبالتالي لابد من تركيا أن تتحمل مسؤوليتها إلى النهاية في هذين المسارين اللذين اختارتهما في سبيل الدفاع عن حقوقها وأيضا عن من كلفوها بضمان حقوقهم وهم المعارضة السورية والفصائل السورية. إذا عدنا للواقع، تركيا بيدها أوراق كثيرة يمكن أن تضغط بها، هي ضغطت بها سابقا ويمكن أيضا أن تفعلها الآن من أجل مصلحة السوريين التي تنتهك بشكل فاضح في إدلب. 4 نقاط لخفض التصعيد اتفقت عليهم تركيا وإيران وروسيا، للأسف 3 منها قضمت وتركيا بعيدة عن الموضوع بشكل كامل. الآن المنطقة الرابعة على حدود تركيا، فكيف لتركيا أن تضمن على الأقل المنطقة الرابعة من خفض التصعيد؟ هذا سؤال يطرح أمام الأتراك أنفسهم. هناك ورقة اللاجئين كما أشار ضيفك الكريم يمكن أن تلعب بها تركيا، هناك أيضا ورقة دعم المعارضة بالأسلحة، لا نقول الأسلحة النوعية التي طالما منعت المعارضة منها لتكون فريسة لطائرات الروس، بل نقول على الأقل الأسلحة التي مكنت الثوار حقيقة في الصمود لأكثر من شهر في ريف إدلب وفي منطقة خان شيخون لما أرادت تركيا أن تمنح أولئك الناس صمودهم على الأرض. إذن هناك أوراق يمكن أن تلعب بها تركيا، وهناك أيضا معادلات سياسية يمكن أن تكون هي فاعلة فيها. هناك ملفات تركيا تؤثر فيها تجاه أوروبا وأيضا تجاه روسيا، منها نقل الغاز، وأيضا هناك مصالح أخرى. إذا أرادت تركيا حقيقة وضع مصلحة الشعب السوري على سلم أولوياتها، فإذا هي يمكن لها أن تلعب دور أكثر تأثيرا في لمصلحة الشعب السوري. وأيضا هذا لا يعفي أبدا المجتمع الدولي الذي يعتبر نفسه مغيبا عن عما يجري في سوريا، مسار جنيف المعطل، وأيضا الدول الأخرى التي ترى ما يجري من قتل وتدمير في إدلب ولا تحرك ساكنا، حتى أن الأمم المتحدة نفسها اشتكت من نفسها فقالت بأن ما يجري في إدلب لا تعلم هي لما لا أحد من الدول يراه. نعم دكتور سعيد، يعني اليوم إذا استمرت التظاهرات في الأسابيع القليلة القادمة، هل برأيك أنه هذه التظاهرات على الحدود
من الممكن أن تكون قادرة على قلب موازين دولية وإقليمية أيضا؟ يعني لا نقول تقلب موازين دولية، لكن في نهاية المطاف هي مؤثرة بطبيعة الحال. كما ذكرت قبل قليل، هي تؤكد على الطابع الشعبي والطابع المدني، وتؤكد على أن الضحايا في غالبيتهم مدنيين، وهذه سردية مهمة جدا الحقيقة، خصوصا وأن هناك اتفاق روسي أمريكي دولي على ما يسمى بمكافحة الإرهاب في إدلب، وخصوصا أنه إحدى التعقيدات المهمة هي وجود هيئة تحرير الشام، يعني هي في نهاية المطاف تحول أو يعني شيء تمظهر جديد للنصرة أو للقاعدة في إدلب، وتسيطر على مناطق شاسعة، وبالتالي حتى الموقف التركي أيضا هذا يضعف به، وأحيانا نرى في الإعلام وفي السياسة أن تتهم أنقرة بأنها تدعم الإرهاب إذا ما اعترضت على قصف النظام أو روسيا أو ما إلى ذلك. الآن العودة لتأكيد هذه السردية، سردية الطابع الشعبي والطابع المدني وحق الناس في إدلب أن يعيشوا بسلام، هذه أعتقد أنها مهمة ومهمة جدا، وهذا دائما العامل الشعبي أو الفاعل المحلي أنا أعتقد أنه مؤثر، لكن في نهاية المطاف إلى أي مدى يمكن أن يؤثر؟ أنا أعتقد أنه المسؤولية الأساسية تقع على عاتق الفواعل الأقوى ربما في المعادلة، أنه في نهاية المطاف الدور الشعبي والإعلامي مهم لكنه رافد، الأمر الأساسي هو ميداني، الفاعل المحلي، المعارضة السورية، وأيضا الضامن التركي، وبدرجة أعلى ربما المستوى العربي والإقليمي والدولي وما إلى ذلك. هذه الفواعل المؤثرة، وأنا أعتقد أنه مطلوب الحقيقة إعادة تقييم كل هذه المواقف، وليس فقط موقف طرف دون طرف، لأنه في نهاية المطاف هذه كلها تؤثر بعضها البعض، بمعنى أنه الموقف الدولي هو مؤشر على مسارات معينة ومآلات معينة، الموقف العربي مؤشر لمسارات معينة ومآلات معينة، الآن الموقف العربي الذي فيه دول مؤثرة باتت تفتح الباب لنظام الأسد للعودة للجامعة العربية وما إلى ذلك، هذا ما الذي يعنيه بالنسبة لنظرتها للقضية السورية ولملف إدلب وغيره؟ هذا أيضا مهم جدا، يعني في فرق كبير جدا بينما عندما كان يتحدث عن مثلا إطار دولي اسمه أصدقاء سوريا، وأنا كنت معترض وما زلت ومتحفظ على هذه التسمية، لكن هناك فرق بين هذا الإطار الذي كان موجودا وبين الآن، نتحدث فقط ربما بشكل شبه حصري عن تركيا التي لديها تواجد عسكري على الأرض، وهي ضمن إطار ثلاثي اسمه أستانا لدوام وقف إطلاق النار، وبالتالي أنا أعتقد أن كل هذه دكتور سعيد، ولكن يعني هذه المعطيات نوعا ما مختلفة، يعني نتفق بنقاط ويختلف أيضا الشارع بنقاط أخرى حول هذا الموضوع، يعني تركيا بنقاط المراقبة و بوجود ضمن اتفاقيات فيها روسيا وفيها إيران، وكانت طرف عن الشعب السوري أو طرف عن جزء يتعلق بحدوده أو عن الشمال السوري، هي وضعت نفسها اليوم في أماكن يتساءل الشارع فيها لماذا هذا الدور وماذا تفعل هذه النقاط في الوقت الذي تستهدف فيه هذه النقاط أيضا. دعونا نتابع معا نتائج الاستطلاع اليومي الذي يجريه زملاء على صفحات أورينت على وسائل التواصل الاجتماعي. سؤالنا اليوم كان برأيك، هل تسهم المظاهرات أمام المعابر الحدودية مع تركيا في وقف القصف على إدلب؟ 31% ممن شاركوا يروا أن هذه المظاهرات ستشكل ضغط على تركيا أمام المجتمع الدولي، بينما 69% بيشوفوا أنه سيبقى الحال على ما هو عليه ولن تؤثر هذه المظاهرات. أستاذ رجب، يعني أترك لك الاستطلاع وأيضا التعليق على نتائجه. يعني الحقيقة هذا يعني يخرج لنا حقيقة حالة اليأس التي وجدت عند الشعب السوري من جدوى أي حراك يمكن أن يحرك هذا المجتمع الدولي أو الدول التي تفعل في الملف السوري فعلتها من أجل مصلحة السوريين. السوريين ربما باتوا يدركون تماما أنهم لا بواقي لهم، لا أحد يمكن أن ينقذهم، وربما لا إجراء يمكن أن يعينهم على إنقاذ أنفسهم، لكن الحقيقة بأن هؤلاء السوريين أيضا سوف يثبتون للعالم بأن لا حق يموت ووراءه مطالب، وأيضا الشعب سوف تكون له الكلمة العليا في يوم من الأيام، وأيضا سوف يستمرون بثورتهم، وهم الذين الآن أعادوا لها الحراك الشعبي سواء على الحدود التركية وأيضا في المظاهرات، وغدا ربما عندما تذهب بعض الفصائل وبعض الجهات من التحكم برقبة السوريين سوف نرى أيضا حراك شعبي أكثر وأكثر حتى في المناطق التي سيطر عليها النظام، وسوف تدب الحياة من جديد في هذه الثورة السورية المباركة. نعم دكتور سعيد، يعني هل ترى أنه كما صوت 69% أنه سيبقى الحال على ما هو عليه ولن تؤثر المظاهرات على شيء؟
لا يمكن أن تؤثر ويفترض أن تؤثر، لكن يفترض أن توسع تتوسع أكثر. يعني غير مطلوب فقط من المقيمين في إدلب أن يعترضوا على ذبحهم بهذه الطريقة، مطلوب من كل التجمعات السورية والعربية والمناصرة للشعب السوري أن تتحرك أيضا. ولذلك أنا الحقيقة يعني أنا أتفق، أنا كنت سأقول قبل قليل ولم أستوفي الفكرة، مطلوب صحيح من تركيا أكثر من ذلك، ولديها مسؤوليات في إدلب وفي عموم القضية السورية، لكن أيضا ينبغي عدم تحويل البوصلة. يعني مطلوب من العامل الشعبي، مطلوب من أنصار الشعب السوري أن يضغطوا على المجتمع الدولي وعلى روسيا. يعني المجتمع الدولي صامت وروسيا هي التي تقصف، وتركيا مطلوب منها مسؤوليات معينة. لكن حتى لو وصلنا لدرجة الضغط كثيرا على الموقف التركي وتحركت تركيا، رغم ذلك يبقى سقف التحرك التركي وإمكانية التأثير أيضا محدودة بفعل ما ذكرته قبل قليل بأنها واحد مقابل اثنين في مسار أستانا، وروسيا هي المتحكمة والعلاقات والتوازنات والأولويات. الحقيقة أن المطلوب لهذا العامل أو لهذا الفاعل والدور الشعبي والإعلامي أن يتطور أكثر فأكثر وينتشر أفقيا وعموديا. يعني الأعداد تزداد في إدلب عند الحدود، مطلوب هذا، وأن تنتشر أيضا في دول أخرى، لأنه في نهاية المطاف ليس المكان الوحيد الذي ستتوجه له كاميرات الإعلام هو الحدود وإدلب، لكن أيضا مطلوب من العواصم الأوروبية، مطلوب من الدول العربية، المقيمين السوريين المناصرين للشعب السوري الرافضين لهذا الحل العسكري بهذه الطريقة، ينبغي أن يكون لهم صوت وأن يكون لهم أن يكون صوت لهذا صدى لهذا الصوت أمام ما يفترض مثلا سفارات أو قنصليات روسية، الأمم المتحدة، جنيف، غيرها، الاتحاد الأوروبي. هذه أيضا عناصر فاعلة في المعادلة كما ذكرت قبل قليل. نعم دكتور سعيد، شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا في هذا المحور، ولكن تفضل بالبقاء معي للمشاركة في المحور الثاني من هنا سوريا. في هذا المحور أيضا أشكر الأستاذ علي رجب الكاتب الصحفي، كان معنا من إسطنبول. فاصل قصير ونعود لمتابعة هنا سوريا.